ونقسموا القصة بمحاورها للمشاهد الكريم حتى يعرف قصة بطلنا اللي هو حضرتك موجود معنا اليوم. المشاركة في جمهورية مصر العربية كيف كانت وتحت إشراف من؟ أقصد هنا من ناحية الدعم، التذاكر السفر والإقامة والمصاريف، لأن أنت تعرف أن أنت ماشي مش هتقعد في الفندق بس، أنت محتاج إلى صالة جيم للتدريب والاستعداد، محتاج إلى مصاريف، محتاج إلى في إقامة تكون في مستوى هذا المنشط. استاذ، كانت المشية ما إيش صايرة منها هي، لكن بس وفقنا الله من القيادة العامة دعمتنا. نعم، دعمتنا وقدمت لنا مبالغ مالية قبل السفر. وهذا الحافز لنا يا استاذ، والحمد لله سافرنا وتحصلنا على 17 قلادة. نعم، منها البرونزية والفضية والذهبية. لا، خلي نفهم شوية كابتن نوري، انت من المفروض ان تكون في جهة، اللجنة الأولمبية او اللجنة اللي هي خاصة برفع الاثقال والقوة، هي من تتكفل بتغطية نفقاتكم كمنتخب ليبي مشارك في دولة يعني مرتبة ومجهزة ولهذا المحفل، وبالتالي هذه الذهبيات أو هذه الميداليات بجميع أنواعها اللي تحصل على المنتخب الفريق كامل، هي من المفروض أن تتوج بها هذا الجسم. أنت اليوم تفاجأني وتقول لي أن لولا القيادة العامة لما كان لنا نصيب في هذه المشاركة، فأنتم أنا محتاج تفاصيل أكثر بصراحة نوري. والله يا استاذ، اللجنه البارالمبيه الليبيه اللي كانت ما فيش تكفل منها، وكان التكفل كله من القياده العامه. هل تواصلتوا مع اللجنه الاولمبيه وقلتوا لها يا ناس انا عندنا مشاركه ورانا بنمشي نشاركوا واحنا فريق وجاهزين ومستعدين، من المفروض ان تتكفلوا باقامتنا وتتكفلوا بسفرنا لان هذا العمل من المفروض ان قانونيا مناط لكم؟ طبعا، هي الرسالة بتاعت الدعوة للبطولة كانت عند اللجنة البارالمبية، بس قالت لي ما عنديش حق التذاكر والسفر وكل شيء. نعم، اضطرينا احنا كبعتة نمشي ونتقدموا للقيادة العامة. ممتاز، وتكفلت بينا وكان حافز لينا من القيادة العامة الحق.